هالو، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. انا نهى طلبة انجليش ترينر، والفيديو النهاردة جميل جدا. هتكلم فيه عن موضوع حلو قوي. دلوقتي انا لو قاعد مع ناس تمام واول مرة اشوفهم، فعايز افتح معاهم حوار. افتح معاهم حوار ازاي؟ ميسي شكرا. هبتدي اتكلم في موضوع منتشر مثلا زي التي في. انت تتفرج على ايه؟ ايه البرامج اللي انت بتحبها؟ اتفرج على التلفزيون امتى؟ طب الفيلم هيتعرض امتى النهارده؟ الفيلم ده مثير جدا، وهكذا. دي الموضوع الكامن او الدرجه اللي انا ممكن اتكلم فيها او افتح فيها موضوع مع شخص. فالتوبيك بتاع النهارده هو تلفزيون اور اوبريتنج ا تي في، اوبريتنج ا تي في، تشغيل التلفزيون، او هتكلم عن كل حاجه تخص التي في. لو عجبك الفيديو ما تنساش شير لايك اند سبسكرايب تو ماي شانل. طيب اول حاجه عندي احط الفيشه اسمها plug it in، plug it in، plug in، plug in. بتشيل الفيشه اسمها unplug in. وليه قلت لك دي؟ عشان دايما بيخطر على دماغنا كده شويه حاجات مبقاش عارف معناها ايه، فبحاول ان انا اغطيها لك على قد ما اقدر. يشغل التلفزيون، يطفي التلفزيون، turn on، turn on، turn off، turn on و turn off. دي بتساوي على فكره switch on switch off، switch on switch off. يبقى turn on turn off، switch off switch on. يعلي الصوت بقى ويوطي الصوت، turn up turn up the TV، turn down the TV. وجهاز التحكم عن بعد اسمه remote control، remote control، remote control. وقناة التلفزيون اسمها channel channel channel. والقمر الصناعي بيبقى اسمه satellite satellite satellite. والطبق اسمه satellite dish satellite dish satellite dish. طيب ابتدي ادخل في التوبيك او جزء من التوبيك، وهو types of programs، types of programs or kinds of programs. عندي type equal to kind ومعناها نوع، type و kind equal ومعناها نوع، يساوي بعض. يبقى types of programs or kinds of programs معناها انواع البرامج. اول نوع عندي هو soap opera، soap opera. خليني اقول لك يعني ايه soap opera. soap opera للوهله الاولى كده، او from the first sight، from the first sight او at the first sight، هتفتكر انها معناها الاوبرا والموسيقى والحاجات دي. بس it's not like that. معناها مسلسل تلفزيوني طويل بيدور حوالين احداث حوالين الابطال والمشاكل اللي بيقابلوها والدراما اللي بيقابلوها في حياتهم وهكذا. اسمها soap opera، soap opera، soap opera، soap، soap opera. وكلمة مسلسل اصلا اسمها series، 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 series. وحلقة في التلفزيون او حلقة برنامج او حلقة مسلسل اسمها episode، 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 episode. طيب يبقى soap opera، soap opera، soap opera. والنجم بتاع اللي في الفيلم اسمه star، 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 star. who's starring، who's starring معناها هو مين النجم اللي في الفيلم ده او مين النجم اللي في المسلسل ده. who's starring، who's starring. تاني نوع عندي هو quiz، show، quiz، show. وكلمة quiz اصلا معناها مسابقات او امتحان صغير، quiz show او game show. دي بتدور حوالين individuals، teams or families who are answering questions in a kind of game. individuals افراد، teams فريق او فرق، و families عائلة او اسرة، وبيتنافسوا ضد بعض او بيجاوبوا اسئلة بتبقى live or airs live، بتوس live. بعد كده عندي chat show، chat show، chat show. ده بيبقى فيه presenter، presenter او host، presenter او host. presenter معناها مقدم برامج، وhost معناها مقدم برامج برضو، وhost دي verb وناون يعني يستضيف، بتبقى اسمها host برضو. بيستضيف مين؟ بيستضيف famous person، شخص مشهور، او بيتقال عليه بالانجلش celebrity، 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 celebrity معناها برضو شخص مشهور. والمشاهير بيبقى اسمهم celebrities، celebrities، celebrities. ومش شرط يكونوا ممثلين او فنانين، ممكن يكون لاعب كرة، رجل سياسي معروف، اي حد من اللي بيطلع في البرامج او الافلام. celebrity، celebrity، celebrity. بعد كده عندي documentary، documentary، documentary.
documentary programs وهي البرامج الوثائقية, ودي بتبقى عبارة عن short film talks about factual information, بيبقى فيلم قصير بيتكلم عن factual information أو facts, معلومات عن معلومات حقيقية أو scientific شوية, زي حاجات wars حروب حصلت في زمان أو كده بيبقى اسمها factual information, والبرنامج اسمه documentary. بيبقى عندي بعد كده current affairs programs وهي البرامج بتاعت الأحداث الجارية, current affairs و current معناها is happening now or at the present time, معناها بتحصل دلوقتي أو في الوقت الحالي, current affairs. وعندي كمان the news نشرة الأخبار, وأدام قلت نشرة الأخبار يبقى لازم أقول expression هو breaking the news وهي أحدث الأخبار, breaking the news. ممكن تستخدمها في sentence like I will break the news for you. هقول لك حتة خبر, ومش شرط أبدا يبقى الخبر ده سعيد أو حزين, ممكن أي أخبار بس محدش يعرفها غيرك. عندي series أو المسلسلات ليها كذا نوع, يبقى عندي comedy series أو sitcom comedy ودي المسلسلات الكوميدية, وعندي drama series ودي دايما بتبقى intended to be exciting with interesting characters and situations, intended to be exciting, مثيرة with interesting characters and situations, بأحداث شيقة وشخصيات شيقة جدا. طيب لو أنا دلوقتي هتكلم عن التي في, في بعض الكويستشنز اللي أنا ممكن أستخدمها عشان أفتح بيها الحوار, زي مثلا What's on TV tonight? إيه اللي بيعرض دلوقتي في التلفزيون؟ What's on TV tonight؟ بتساوي What programs are showing on TV tonight? What time's the film on? Or What time does it start? الفيلم هيتعرض امتى؟ How long do the commercials last? Commercials معناها الإعلانات التجارية, وطبعا بتساوي advertisement, والاختصار بتاعها ads. What's your favorite program? Or what program you like most? Are they showing the game live? هو الجيم بيتعرض؟ اوكي لايف طبعا, وكلمة لايف بتساوي airs معناها على الهواء. How much is a TV license? طبعا الكويستشن ده مش بنتعرض له قوي في كدول عربية يعني, لان TV license ده money you pay to the government if you have a TV, دي فلوس انت بتدفعها للحكومة لو عندك تلفزيون. طيب استفيد من الفيديو ده ازاي؟ اول حاجة هاخد الفوكابس والاكسبرشنز اللي قلتها النهاردة, هبتدي اكتبها في النوت بوك بتاعي, وابتدي اعملها في هيئة جمل اكني بتكلم مع شخص ما. طيب انا دلوقتي ما اتكلمتش برضو, انا بس ذاكرت. لا, هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي ان انا اجيب الريكورد بتاع الموبايل بتاعي, وابتدي ان انا اسمعه واسجل لنفسي الوردز والاكسبرشنز اكني بتكلم مع حد وبساله على حاجات وبجاوب. اول مره هتعمل ريكوردينج هيطلع مش حلو خالص, هتسجل تاني وتالت ورابع وخامس, على خامس مره هتلاقي الموضوع بالنسبه لك بقى حلو قوي, وكتر ما هتسمع نفسك وانت بتتكلم هتلاقي نفسك خلاص بتحلم بالانجليش وانت نايم, وهتلاقي نفسك بتتكلم ومش خايف لما تتكلم مع حد ان انت تغلط او تقول حاجات مش مظبوطه. اتمنى الفيديو يكون عجبك, ولو عجبك اعمل شير ولايك وسبسكرايب تو ماي شانل, وشجعوني بقى في الكومنتس. شكرا جدا, باي باي.
لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير على الفيسبوك، ولو متابعني على اليوتيوب وحاسس ان شرح بسيط عليك وتستفيد فعلا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل البتاع اللي بيقولوا عليه ده جرس التنبيه. تنساش